أتيت أعلن حبي للرسول هنا بالقرب منه بلا بخل ولا بدع. أحبه ليتني كنت الشعار له، أفديه بالنفس والأموال والتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك يا ابنتي. نلاحظ أن البنت أحيانا وهي في السيارة وقد توقفت السيارة عند إشارة، دون شك أن السيارة الأخرى أيضا ستكون إلى جوارها. هنا ننبه الفتاة إلى أن هذا الشاب يمكن أن يلتفت إليها في هذه اللحظة، ويمكن أيضا أن يحدث ما لا تحب هي أن يطلع على خصوصيتها إذا لم تكن قد انتبهت لحجابها أو لنفسها. أنت في السيارة يمكن أن تستفيد من وقتك كثيرا، يعني يمكنك مثلا أن تذكر الله عز وجل، يمكنك وقد وضعت كثيرا من الأدوات في حقيبتك أن تضعي مسبحة مثلا مثل هذه فتسبح الله عز وجل سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، تحط الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. يمكنك أن تجري بعض المكالمات التي تتواصلين فيها مع بعض أرحامك، يمكنك أن تقرأي أيضا في هذه اللحظة. المهم أن تعلمي أن ما قد نشاهده أحيانا من بعض الفتيات وإحنا متوقفون عند الإشارة لا يليق بحشمتهن ولا يليق أيضا بأخلاقهن، وربما هي تكون من لم تنتبه، يعني سهت ولم تعلم. مهمتي فقط أن أنبهك لذلك، وأشكرك أيضا لأنك استمعت إلي. أتيت أعلن حبي للرسول هنا بالقرب منه بلا بخل ولا بدع. أحبه ليتني كنت الشعار له، أفديه بالنفس والأموال والتبعي.